بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وعندا وديالكو سودو هذا وركا تلفشن كان في او اس ستوديو سمكد شوقد بدا وركا حلقان وقوة وين وحا كميدا وزير وزراء الصومالية وحفيز كيسو فقا بلي سفيركا دولة تركي وقفلية الصومالية دولة دافرة الصومالية وركا سو سارتي افلقا ديدي ملحناها فرانسيسكو وقايستي ملغينا سوبان لدقلين حريس كوركي ساعة تي وزير وزراء بغلينكا دلكا ونقح نقاي حرونتا وقرقا هويونكا قرنكا الصومالية دا مصابات اللغو ومين يوضا رشادة نبقينا محمد من القرية نحريس كوكي ساعة تي هي اللغو قد تيمة دالة بوها دي اللي بان سكرية حاجة عدي أو كهل لي حالات السياسية للدالكا يرمها الدور شوي انتا أقول يانا دا كسو الجيدة سوري سنادي عين التاقيري حكومة دا وصول سيري زر وزاري روغلي ليها إذا مدى أسلوبتا قرن كاسو مالييد هي توبر وصول حريع وتبقى كتر سنع إذا مدى أسلوبتا wararka Soomaalida ka baxsan waxa kamida weerar midil loo adeegsaday oo ka dhacay gudaha dalka Faransiis iyo in ka badan 57 qof oo codkooda si hor dhac uga dhiibanaya doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka telefishinka VOA u diyaar garoobay iyo faahfaahsan.